السلام عليكم، ميرسي بوكو. واحد جيتو انا فرحان بزاف بزاف. هذا النهار بحال عيد الميلاد ديالي، بحال راسي الله غنبدا في اول مره في حياتي غنغني اليوم. موجد بزاف د الحوايج زوينين في هذا السبيكتاكل. كنعتذر لكم الا تاخرت شويه، ماشي بزاف، ماشي من عادتي كنتاخر، ولكن بغيت نقول اللي كيتميز به الالبوم هو لا كاليتي ديال لو سون وديال ليماج. اللي خديت وقتي بزاف وتعطلت على الجمهور المغربي بعد غياب، ولكن كنتمنى هذا الالبوم يحسوا به في مواضيع جديده، مواضيع ما كت يعني تسنت لها مع العائله مع كل شيء كما العاده. ما عمري خرج على السطر، وكنتمنى ان شاء الله هذا الالبوم يكون فاتحه خير عليا ان شاء الله. بلا عنوان كنت غنسميه بزاف، هي اغنيه في وسط من الالبوم سميتها بلا عنوان، ولكن جبدت من هذيك الفكره ديال ان حتى شي وحده ما كتشبه، ما عندي احسن من الاخرى، فخليته بلا عنوان. يعني بلا ما نسميو الجمهور الا عجبته شي اغنيه من الالبوم هو اللي يختار العنوان. وي علاش لا، غير هو هذا الالبوم كنت نطرحه في ذاك الوقت، فجاني العرض من عند رضوان اتصل بيا وقال لي انريكي اغليسياس، فاجلت كل شيء الاسبقيه للنجوم العالميين، درت الاغنيه الحمد لله انا راضي عليها في الريبرتوار ديالي، كنفتخر انني مغربي غنى مع انريكي. ولكن جاء الوقت باش حاتم عمر يغني بوحدو هذه المره، وتسمعوا الاغاني وتستمتعوا بالالحان والصوت والكلمات ان شاء الله. لا هو الالبوم غادي يخرج من خلال شهرين، غادي يبان لكم خرج كامل. وحده في لاس فيغاس. علاش اختيار تصوير خارج المغرب؟ لان صورت في المغرب بزاف ديال الكليب وما فيها باس، يعني فنان مغربي يحس بان الدارجه يغنيها في بقاع العالم. فكنت كنصور في لاس فيغاس، كانوا كيتجمعوا لي الناس يعني من ميريكان ومن جميع الجنسيات، كيفرحانين ان عربي كيصور في لاس فيغاس، فهذا شرف كبير للهجه المغربيه والفن، الفن في المغرب. فوالا. يمكن ولكن انا كنفضل ما تكونش، لان عندها هي يعني كنوجه لها تحيه كبيره اللي كتعب معايا، وبلا بها ما غاديش نكون يعني كيبان لكم وصلت بشويه وانا مازال ما وصلتش، مازال كنحتاجكم تدعموني. زوجة ديالي هند تازي هي مديره اعمالي، وكنفتخر بها من نهار بدينا وحنا غاديين درجه، ما وصلناش بسرعه، ولكن كنقولوا اننا غادي نقدر. ما فنان مغربي كاينين بزاف المغنيين، كاينين بزاف. انا قريب للستيل ديالك وشوف كل واحد عنده ستيل ديالو، بالعكس الا كان قريب للستيل ديالي ما غاديش ننجحوا. فالديو دائما كيكون جوج ديال الستيل باش كيعطي واحد الحاجه زوينه للجمهور. فكاع الفنانين المغاربه اليوم شكرا لهم بزاف انهم حاضرين، انا كنتسنى غير باش نطلع نوجدوا سبيكتاكل باش كلنا نكونوا حاضرين في هذا العرس اللي هو كنشوف انه يعني شي حاجه زوينه، نجمعوا الفنانين كلهم والاعلاميين وليزانفلونسور وكاع الحباب ديالنا يكونوا اليوم حاضر. طبعا شرف كبير سعد، كما كيعرف الناس صديق ديالي، ودابا ولا اللي كيهضر لا ماتيير كتكون لي ديما في سعد صديقي، بيني وبينه مع الواتسابات الحب ديالي انا وياه كبير. سعد اي واحد يتمنى يدير مع ديو، وانا اليوم جيت نهضر على الالبوم، وكنتمنى ان شاء الله كل شيء يهضر لي على الالبوم، لان ما بغيت نعطي راي شي واحد، ما يعني كل شيء كل واتجاهات ديالو. انا اليوم فرحان بكم وفرحان بالناس اللي غيجيو وغتمتعوا، انا متاكد ان داك الشيء الالبوم غيكون شي مفرحة. انا فرحان بزاف انكم جيتوا والناس كاملين غيشوفوا واحد الشو، كنتمنى الله يكمل بخير. دابا غتدخلوا نتوما الاولي ملي غتشوفوه هنايا، غير غتزابيوني وغديروا اليوتيوب غتلقاو.